وين مدير المطعم؟ خير، في شيء؟ بدي مدير المطعم. ايه تفضلوا معي. 6-5-2-1. درك عم يسأل عن مدير المطعم. خير، شو بو سهيل؟ شي خير، شو القصة؟ شو بو سهيل؟ بدنا أميرة أبو مصلح. اي نعم، شرفي معنا. عفوا، لوين بدي روح معكم؟ سبق وحكاكي النائب العام، قال لك تشرفي وما جيتي حضرتك. حكينا على التليفون وفسرت له للنائب العام اني انا محاميه وعندي حصانه، ما بعرف شو جايين تعملوا. استاذ، النائب العام عطى اشاره بحضورك لمكتبه، شرفي معنا بكل هدوء واحترام لانه مش حلو يصير بحقك غير هيك. انا المحامي غازي عبيد، ممكن اعرف شو القصه؟ ما تعطل همات، قصه سخيفه كلها كذب وتلفيق، انا بقدر حله. شرف.